بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ازيكم يا سنة خمسة؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير يا حبايبي. النهاردة ان شاء الله هنحل اسئلة ليسون 3 في يونت 9 من كتاب بيت باي بيت. هنحل اسئلة الدرس الثالث في الوحدة التاسعة من كتاب بيت باي بيت. وقبل ما نبدأ ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل جديد. ونبدأ على طول ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول سؤال: listen and complete، استمع واكمل. هنا الكلمة اللي بتسمعوها بتكتبها في النقط. عندنا ديالوج حوار بين نادر وعصام. نادر بيقول لعصام where are you going عصام، يعني اين انت ذاهب يا عصام. رد عليه عصام وقال له I am going to go fishing، انا سوف اذهب لصيد السمك. نادر قال له how will you go there، كيف سوف تذهب الى هناك. رد عليه عصام وقال له I'll go on my bike، انا سوف اذهب على دراجتي. فنادر قال له do you like to go sailing، هل تحب ان تذهب للابحار. رد عليه عصام وقال له no I don't، يعني لا. بعد كده circle the adverb and replace it with a correct one، بنستبدل الكلمه المختلفه بكلمه مناسبه. number 1 tennis، riding، football، ping pong. الكلمه المختلفه رايدنج ونكتب باسكت بول، باسكت بول كرة السلة، بي اي اس كي اي تي بول، بي اي ال ال. بعد كده وونت، وير، وات، هوز، كلهم كويستشن ويردز، كلمات استفهام ما عدا طبعا اول كلمة وونت، سوري اول كلمة وونت كلهم كلمات استفهام ما عدا وونت، دي الكلمة المختلفة. هنعمل عليها سيركل ونكتب وين، كلمة استفهام بمعنى متى. number 3 nose، foot، music، face، كلهم parts of the body، اجزاء جسم ما عدا music. نعمل عليها سيركل ونكتب arm يعني زراع. number 4 sailing، sing، fishing، snorkeling، كلهم مضاف لهم ing ما عدا sing. ممكن مثلا نكتب playing يعني اللعب، يبقى كده جيرند يعني اسم مشتق من فعل. نمبر 5 سامي، كريم، نهى، نبيل، كلهم بويز اولاد ما عدا نهى. نعمل عليها سيركل ونكتب احمد. بعد كده تشوز ذا كوركت انسر فروم اي بي سي اور دي. نمبر 1 هي يوجوالي ليسنز تو ميوزك، هو عاده يستمع الى الموسيقى. نمبر 2 وات داز هي لايك تو دو، ماذا هو يحب أن يفعل. number 3 he likes to go fishing، هو يحب أن يذهب لصيد السمك. number 4 she likes to play ping pong، هي تحب أن تلعب تنس الطاولة. number 5 رقم 5 what do you like to do، ماذا تحب أن تفعل. بعد كده rearrange الترتيب. number 1 أحمد plays volleyball with خالد، احمد يلعب كرة الطائرة مع خالد. number 2 do you want to go fishing، هل تريد ان تذهب لصيد السمك. بعد كده number 3 they like to go sailing، هم يحبوا ان يذهبوا للابحار. هنا طبعا دي القاعدة اللي اخدناها، بنبدأ بالفاعل وبعد كده like to وبعد كده فعل في المصدر go sailing. number 4 I like to play ping pong، انا احب ان العب تنس الطاولة. بدأنا بالفعل I وبعد كده like to بمعنى احب ان وبعد كده فعل في المصدر play وبعد كده ping pong. I like to play ping pong، انا احب ان العب تنس الطاولة. بعد كده number 5 what does she like to do، ده السؤال على القاعدة اللي اخدناها، بنبدأ ب what وبعد كده فعل مساعد does وبعد كده الفاعل she وبعد كده like to do. What does she like to do، ماذا هي تحب أن تفعل. بعد كده look and write a paragraph of 5 sentences، انظر واكتب فقرة إنشائية من 5 جمل. احنا بقى بناء على الصورة بنكون الجمل. عندنا مثلا 3 أولاد في الصورة. I can see 3 boys، أنا أرى 3 أولاد. I can see 3 boys، عايز أقول أنا أرى منى. I can see منى.
I can see Mona. عايزة أقولهم سعداء، طبعا كلهم فرحانين بيضحكوا. They are happy. They are happy. هم سعداء. عايزة أقولهم يحبوا أن يلعبوا تنس الطاولة. They like to play ping pong. They like to play ping pong. بعد كده عايزة أقول منى ترتدي نظارة، يبقى منى طبعا دي جملة في زمن المضارع المستمر، بنمشي واحدة واحدة. أول حاجة منى الاسم المفرد بياخد اس، وبعد كده الفعل وير يرتدي هنضيف للفعل اي ان جي، وبعد كده glasses يعني نظارة، يبقى منى is wearing glasses يعني منى ترتدي نظارة. هنقول الجمل كمان مرة. I can see three boys. أنا أرى تلات أولاد. I can see منى. أنا أرى منى. They are happy. هم سعداء. They like to play ping pong. هم يحبوا أن يلعبوا تنس الطاولة. منى is wearing glasses يعني منى ترتدي نظارة. بعد كده بنكتويت the following يعني بنضع علامات الترقيم. هنا بقى الحاجة اللي ناقصة في الجملة بنكملها. الجملة الأولى الدبل في وات هي كابيتال، هتنزل زي ما هي. الإيه في عادل هنزلها كابيتال، الإن في نهى كابيتال، وفي الآخر الكوستشن مارك علامة استفهام علشان ده سؤال. يبقى لو عندنا سؤال بيبدأ بكلمة استفهام زي وات أو وين أو وير أو هاو ميني أو هاو ماتش، أي كلمة استفهام لازم نضع في نهاية السؤال كوستشن مارك. وبرضه لو عندنا سؤال بيبدأ بفعل مساعد زي دو أو داس أو ديد أو إز أو آر، برضه لازم نضع في نهاية السؤال كويستشن مارك علامة استفهام. الجملة التانية إيهاب أند أمير لايك تو سنوركل أون سام داي. الأي في إيهاب كابيتال هتنزل زي ما هي، والإيه في أمير هنزلها كابيتال، الإس في سام داي هنزلها كابيتال، وفي الآخر فول ستوب. وبكده يا حبايبي نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبكم الشرح ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليوصلكوا كل جديد. ولو فاتكوا أي حاجة من الفيديوهات اللي فاتت ادخلوا على قوائم التشغيل اللي موجودة في القناة من فوق، واختاروا قائمة تشغيل سنة 5 من كتاب بيت باي بيت، وهتلاقوا عليها كل الفيديوهات بالترتيب سواء شرح الدروس أو حل أسئلة الدروس. شغالة من كتاب بيت باي بيت وكتاب المعاصر، محددة كل كتاب في قائمة تشغيل لوحدها. وتابعوني على صفحتي على الفيسبوك، اسم الصفحة انجليزي من الصفر، اسم القناة على اليوتيوب لانجليزي وجماله. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.